مشاركات الجماهير. النهارده كنا طرحنا سؤال، رايكم ايه في اداء الاهلي امام بايرن ميونخ؟ المشاركات كمان محتاجين نشوف السؤال اللي طرحناه في البدايه وتعليقات الناس في الاجابه على هذا السؤال. اسراء قالت كانوا رجاله عملوا اللي عليهم واحنا فخورين بيهم وننتظر منهم المزيد. علي احمد بيقول الاداء كان يبقى احسن من كده بس قدر الله ما شاء فعل، الاهلي بمن حضر. تعليقات ايجابيه. ايهاب عرفه بيقول حلو واحنا في ظهركم على الحلوه والمره معاك يا اهلي. شادي بيقول جيد بس كان فيه افضل كنا نتمنى. ايمان حلمي بتقول كويس بالنسبه اننا بنلعب امام فريق مثل بايرن بس كان فيه نوع من الخوف في الشوط الاول، الشوط الثاني افضل والقادم باذن الله افضل ونلعب من غير خوف وعدم ثقه هنكون افضل بكتير وباذن الله المباراه القادمه نكون افضل ونحصل على المركز الثالث. المباراه القادمه ايضا صعبه جدا، عاوزين اللعيبه تكون عندها حماس اكتر من كده. احنا الاهلي بلاش خوف وقلق وبالتوفيق ان شاء الله. كمان الديناري بيقول بلا شك الاهلي استفاد من اللعب ضد البايرن وسوف تظهر اثار تلك الاستفاده في فكر اللعيبه والمدرب مستقبلا، وده لو قلنا في بدايه الحلقه نبني على ده. الاداء مقبول في حدود الامكانيات والقدرات الهائله للاعب البايرن، لكن نحن شعب الاهلي كان لدينا طمع وامل في المفاجاه الغاليه على نظام القضيه ممكن، يعني كنا نحلم بالتعادل في الدقيقه 80 وقبل الهدف الثاني ثم نذهب بعد كده للوقت الاضافي وبعد كده ركلات الترجيح، هو سيناريو كنا نتمناه لكن الحمد لله على كل شيء. نتمنى يا رب بقى يكون في ميداليه يوم الخميس. ماجد صلاح بيقول بغض النظر عن الاداء الفني كان في روح وقتاليه من اللاعبين، كان في رهبه اثرت على الاداء الفني، لكن يبقى اهم حاجه للجيل ده الايجابيات الكتير اللي طلعوا بيها من البطوله. احنا كنا بنبني جيل يرجع ياخد افريقيا ويوصل لكاس العالم، واتوقع ان البطوله دي اثقلت اللاعبين في كل النواحي لانك وصلت لاصعب مرحله انك تلعب مع افضل فريق في العالم وتأدي برجوله وما بتتغلبش بسكور، فدي حاجه ايجابيه للفرقه نبني عليها لقدام. وشكرا رجاله الاهلي وعاش الاهلي على الحلوه والمره معاك. نفس الكلام اللي قلته في البدايه، نبني على كل شيء حدث في هذه البطوله. جيل بيبدا في بطوله افريقيا ويفوز بالتسعه بيذهب لكاس العالم للانديه وبيعمل نتائج على اعلى مستوى محليا وافريقيا وايضا دوليا واشاده كل وسائل الاعلام واساطير الكره في العالم اللي كانوا النهارده في مؤتمر صحفي واشادوا بالاهلي وبجمهور الاهلي وطلبوا الفيفا بدراسه فكره تشجيع جمهور الاهلي للفريق بهذا الشكل في المدرجات.